تفضل سيد ماهر، حبيت اتعقب على موضوع. أني في شهر رمضان وغدا يسألنا رسول الله هل كنت منافق أم صادقا؟ ابن الخطيب لا يبعد عني أمتار. لا، أنت جيران مستشهد ابن الخطيب ولهذا منتسبين دعينا. منتسبينهم أشهد بالله أعرفهم حق المعرفة، من مدير المستشفى الآن بالسجن، من أصدق الأطباء ومن أخلصهم، وأقسم بالله عليه صح، ومعاونيه والكادر، وحتى الشعب العراقي لا يزعل في فترة فوران وغضب ونركب الموجة وإحنا نتعاطف. نعم، يعني تقول الفساد أكبر من المدير؟ لا، الفساد ماكو، والحدث اللي صار بالضبط نصا ما صار. أنا أشرح لك إياه، أشرح لك نصا. أنا البارحة ناديت كل ولدنا وأبنائنا اللي هم نقذوا المستشفى والمرضى الميتين، أبناء المنطقة الفقراء اللي قبال المستشفى 10 أمتار واللي يلعبون هم اللي نقذوا المرضى، وبرا نص ساعة لجت الأطفاء، وبرا ساعتين اللي جوا المسؤولين، وأجساد ذابت ومرضى دخلوا ومرضى خرجوا صرعة. يعني أنت شاهد عيان. أني واحد من المنطقة، فحتى اليوم حملوني مقترحات إلى وزارة الصحة. الحدث كالآتي: مرافقة تخلي غلاية في مركز العناية المركزة، وهذا ما يجوز يطب، غلاية اللي يسوون بها شاي. تعرفين ان المريض ما يروحون، احنا ما شاء الله يصير مضيف امه وابوه، عندنا خمسه، ما عندنا قانون صحي. ايه عندنا، تدري خمسه سته من عائله واحده ماتوا، من عائله واحده مو واحد. المهم فيهم اطباء شمر نفس الطابق وممرضات، وجت الممرضه اكثر من مره قالت للمرافقه لا تشغلين الغلايه، وتعرفين الاكسجين هو يتفاعل، هو تنفس اخطر من هاي الكهرباء، والكميات الانابيب الموجوده المركزيه بالضخ بشكل كبير، احتياط لان حتى لا تكرر مال الكندي. مره تتحمل اداره المستشفى شلون دخلت الغلايه، ومره اسرار المريضه بحس النيه بجهل اصرت ان تشتغل هاي الغلايه وتفاعل الاكسجين. وحدث ما حدث بعدين المستشفى تعرفين بادويه وبمعقمات وباغراض ومخازن، هذه كلها تاخذ، كلها تفاعلت بالحدث، فصار الحدث لا مقصود ولا مؤامرة. لا، هو مو مقصود من مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة. لا، حادث عرضي. نعم، اللي صار بالمستشفى كارثة عظيمة. إذا سمحتي لي بالمداخلة، يتحمل المسؤولية الحقيقية بهذا الحادث الدفاع المدني. لا، أنا أتحدث نقطة، يعني في كل دول العالم، بما أنه هي مؤسسة، لا بس في كل دول العالم ما يصير أي شيء يدخل للمستشفى، لأن نقطة مهمة جدا. أول شيء بس اسمعني، وزارة الصحة احنا عايشين كلنا بأوروبا وعايشين يعني بدول أخرى ودول عربية، رايحين وداخلين مستشفيات نشوف هاي جيراننا الأردن، وهذا الطبيب شاطيني رأي، ممنوع أي واحد يفوت زائر، صح لو لا؟ ممنوع أي أكل يفوت، ممنوع اي شيء يفوت، ممنوع اكو حمايه للمريض. الله يعني انت من يفوتون خمسه سته وقاعدين يعني بالعنايه المركزه وبمرض وجائحه كورونا، وين الاطباء؟ ويشرب جقايق والاخر يدخن والاخر يحط البلايه، وين الكادر الطبي؟ استاذ المهندس، استاذ المهندس، لا غير اكو قانون، وين القانون؟ غير اكو قانون صحي. انا ليش بس انا احكي لك، لان رمضان وهذه الامراه كانت صايمه وغادت تشرب لا يمكن شاي او هذه وماكو لا شاي ولا هذي. التقصير الاداره وين؟ المجسات ما موجوده، منظومه الدفاع المدني مثل ما ذكر ما موجوده. لكن كما قال ونقول، احنا المنتسب بالشارع واقف، الامني ما حد يحميه. انت تريدين او بالاستعلامات تقدر يحكي ويا واحد؟ استاذ عيوني راح اقول لك حادثه صارت بنفس المستشفى. يعني هسه روح على ايران، خليني اروح لايران. ايران دوله، دوله أروح وقانون. فوت للمستشفى بايران ست، خليني اروح للاردن، خليني اروح سوريا، اربيل، روح لاربيل هسه احكي اربيل، هسه يقول انها تدافع عن اربيل. ست، هسه تروح هناك ممنوع منعا باتا المرافق يفوت، ممنوع بس اللي يفوت. اللي قاله استاذ ذو الفقار مهم جدا، الدفاع المدني بالعام 2017 نفذت مشروع بعواريج مخازن لمرمر، مخزن مرمر عملاق. نعم، اجى الدفاع المدني دمرنا الدمر، مضخه على الغاز ومضخه على الكهرباء وخزان احتياطي وبايبات منتشره و و و وحساسات. هو مخزن للمرمر، المرمر ماده غير قابله للشح. هذا ليش؟ لان قطاع خاص. نعم، اذا ما ينفذ تقف اجازته او يبتز،
هنا من يقول استاذ ذو الفقار الدفاع المدني وين كان؟ لكن ليش ابو الدفاع ابو الدفاع المدني ما نفذ؟ تعرفين ليش؟ ليش؟ لانه اكيد طلع على واحد من المستشفى ينتمي الى طبقه سياسيه قال له وخر. احنا صح. مشكله عندنا ست أو الدفاع. بس اشوف نقطه واحده لان اريد اشارك بها دكتور سعد. دكتور سعد يعني معقوله هذه المنظومه يعني اللي بالمستشفيات يعني ما بها يعني فد اجراءات معينه يعني معقوله يعني لان هذه منظومه خطره يعني شلون ممكن منظومه شنو؟ يعني منظومه الاكسجين يعني اخطر من الاكسجين يعني غير بها منظومات تعليمات فد شيء يعني معقول ست هيفاء صح لو لا؟ ست هيفاء ما نقدر نلوم في هذه النقطه ليش؟ المستشفيات يعني مخصصة تستوعب أعداد معينة، منظومة الأكسجين المركزي في هذا المستشفى تستوعب أعداد معينة بسبب كثرة أعداد المصابين بفيروس كورونا وكثرة اللي داخل. هي المرافقة اللي سوت الحالة. بس أوضح لك هاي النقطة. بدأوا يضيفون إلى منظومة الأكسجين المركزية قناني الأكسجين، فصارت تدخل قناني الأكسجين داخل ردهات المستشفى وداخل ردهات الإنعاش. النقطة المهمة مثل ما تفضل الأستاذ ومثل ما حضرتك سألتي. أنا ضمن الكادر الطبي. أنا قبل أسبوع أداوم في أحد